مفردات الجرافيك الموضوع. فقضية الباكجينج أحيي الزميل الدكتور اللي تكلمت في موضوع الباكجينج. على الرغم من حياتي اليومية ممكن نتعامل مع لا يقل عن 30 إلى 40% من المفردات بها باكجينج. وبهذا المؤتمر أوصي بأن تكون خططنا الدراسية التي تدرس الجرافيك الموضوع في مفهوم الكوميرشال يكون هناك اهتمام أوسع لقضايا الباكجينج. يعني في كل هذا المؤتمر من 70 بحث نجد بحث واحد تحدث عن الباكجينج. ودعيني أختي الفاضلة أضيف معلومة ما تحدثت فيه في علم الباكجينج بحث مصنف يسمى بالإكسترا أوردينري باكج. وهناك جوائز في بيروت في منظمات خاصة بالباكجينج تتحدث عن الستركشرال ديزاين فقط في هذا الجانب. قضية أخرى ما تحدثت عنه هو جزء من الانوفيشن لأنه مشتق من دلالات معينة كاشتقاق دلالات الحروف في تصميم الجرافيك المطبوع في البوستر أو في الإعلان. وهناك قضايا أخرى كنت يعني أن أحدد كل متقدمي أكثر في قضايا الإكسترا أورديناري. أيضا في التصميم قضية المصطلح مهم جدا لا نقول الفيربال، الفيربال هو المنطوق. عندما أتحدث عن مفردات التصميم هي البراند والجرافيك والباك والتاك. فهون ممكن أن أسميه الطايب سواء كان البراند أو غيره. شكرا جزيلا. شكرا للملاحظة المحترمة بتاع دكتور فيصل. ممكن نضيفها للتوصيات للمؤتمر إن شاء الله. مين عنده مداخلة؟ طيب مفيش مداخلات. من حق الباحثين هم يردوا. الدكتوره نهى لو عايزه تتفضلي تردي، وبعد كده الدكتور عبير. السريع بس عشان الجلسه تم 4 دقائق اصلا. هنا هينعقد الناس ابتدت تيجي تدخل. اتفضلي اتفضلي. فارجو من الحضور لم يغادروا الجلسه، ما يحضروش الجلسه. بخصوص السؤال الاولاني بالنسبه للعبوات، احنا عندنا تقسيمات للعبوه. العبوه اللي انا بتكلم عليها هي البرايمري باكج اللي هي العبوه الاوليه، يبقى عندنا عبوه اخرى هي العبوه السكندري باكج اللي هي بتحمل العبوه الاوليه، وفي الترانزيت باكج اللي هي عبوات النقل والشحن. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. الجزء الخاص بالمصطلحات او الجزء الفيربال، انا هنا بركز على الاستراكشر. والجزء الخاص بالانوفيشن انا عايزه اربط ما بين الفيربال. عايزه اقول معلومه ان المنتج دوت مثلا منتج عماني، فانا بنقلت البروديوسنج كانتري ديت اللي هي المعلومه اللي انا عايزه انقلها من خلال الاستراكشر اللي هي الجزء الفيزوال اللي هو الخاص بالشكل. شكرا. شكرا دكتور. دكتور عبير تتفضل تردي. بشكر حضرتك طبعا على الوقت، بس احب اوضح نقطه اني انا تناولت الاسقاط النفسي وتاثيره على الفنان. فالاسقاط النفسي دايما بيتمسك بمرحلتين، يا اما اسقاط غير وصف زي ما بنشوف في الرسوم جرافيتي مثلا او اي نوع من الفن التشكيلي، ان انا بتاثر بالشكل الطبيعي وازاي بسقط عليه من تجاربي الشخصيه وما يحمله من معنى داخلي وابدا اعيد صياغه المعنى مره تانية. أما اللي أركز في الشعر فهو ده يمثل الإسقاط اللفظي زي ما بتشوف في الكلمات القصيدة أو الشعر، وزي ما وضح دكتور محمد عبد العال إن إزاي بيقدر الفنان أو الشاعر إن هو يحول صياغة المعنى ما بين شقين، كلمة ولفظ، ثم يظهر في شكل الصورة. أنا دايما طبعا أعرض نموذج من أعمالي خاص بالفنان الشاعر أمل جنكم، وإزاي أنا ختم القصيدة البكائية اللي هيوصل فيها نموذج الإسقاط النفسي من خلال الرسوم والدلالات الشكلية. كمان تم عرض مجموعة شعرية للفنان الجرافيك صلاح المهيجي، وهو فنان متخصص في فن الجرافيك المصري ويعد من أحد الرواد المعاصرين لهذا الفن، وإزاي ربط ما بين إحساساته الشخصية وتجارب الشخصية خلال مجموعة شعرية، وكيف تحولت إلى مجموعة من الرموز والأشكال. وده ان شاء الله لو حضرتك قريت البحث في المجلد السادس هتلاقي النماذج التفصيليه ده. واشكرك. شكرا دكتور عبيد. دكتور احمد في اضافه. دكتور احمد حسن شكرا لكم. شكرا. ممكن بس انهي الجلسه. اشكركم جميعا واشكر جامعه فيلادلفيا اللي سمحت لنا ان احنا نيجي عندكم. و أنا حسيت بقالي دلوقتي غايب بقالي أكتر من سنة عن الجامعة بتاعتي. اليومين دول حقيقي والله كان متكسفين جدا. وأراني كلما استطالت الصفحة فللعمر إن شاء الله إذا كان هناك بقية سنلتقي بإذن الله. أشكركم جميعا.
وإلى لقاء آخر بإذن الله. شكرا. نتقدم بالشكر لكل من راعى المؤتمر وكل من قام على إنجاحه، بدءا من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى أصغر